والآن ثاني عنصر من عناصر القصة القصيرة وهو الكاركتر، يعني الشخصية، يعني الممثل، الممثل اللي يكون بالقصة. زين، there are two meanings of the word character: the person in the work fiction and the characteristics of a person. زين، طبعا المقصود بها هنا، هنا طلاب راح نتحدث عن ال persons in a work fictions against antagonist and protagonist. هنا يعني اكو شغلة مهمة، احنا قلنا الكاركترز هو الممثل، هو الشخص اللي راح يكون له دور بالمسرحية، بالقصة او بالمسرحية عادي. وعندنا فتشي يسمونه protagonist والantagonist. شوفوا طلاب، البروتاغونست هو البطل مال القصة، الشخص اللي أكثر شيء يظهر بالقصة، والأنتاغونست هو ضد هذا الشخص، ضد هذا الشخص. One character is clearly central to the story, with all the major event having some important to this, he or she is بروتاغونست. إذن هذا هو تعريفه، هو شخصية واحدة مركزية في القصة القصيرة تدور أغلب الأحداث عنها، هاي شخصية اللي تدور كل الأحداث عنها. وبروتاغونست هذا الشخص نسميه بروتاغونست. زين، the person or force that opposite the main character is called antagonist. الشخص أو الشخصية أو القوة اللي تكون ضد البطل نسميها antagonist. إذن هسه عندنا تعريف البروتاغونست وتعريف الانتاغونست. زين، بعد شنو اللي عندنا مهم؟ زين، كذلك عندنا characteristics of a person، يعني مميزات الشخص. الكاتب من يكتب قصة قصيرة لازم يتحدث عن بعض الخصائص أو بعض الخواص الفيزيائية أو الجسدية للكاتب. يعني دائما من واحد يكتب قصة لازم يتحدث عن شكل الشخصية. مثلا أنا اريد أتكلم قصة عن توم، فلازم أتحدث أقول توم هيج وكذا، وجون هيج كذا كذا كذا، طويل شكله كذا، يعني هيجي أحلامه شنو كذا، شنو اللي قال. فإحنا لازم ننطي وصف أكثر وأكثر حتى تكون القصة حقيقية. فهذا المقصود بالcharacteristics of a person. of a person هي صفات الشخص اللي ممكن الكاتب ينطيها حتى يوضح للقارئ شنو هي مميزات هذا الشخص. والآن نتحدث عن الأنواع الcharacters. أول نوعية يسمونها round character. round character شنو يعني round character؟ زين، طبعا البروتاغونست والانتاغونست هذه مو انواع، هذه مميزات، يعني هذه فد صفه قويه بالشخصيه، بانه هاي شخصيه بطل، يعني البطل مال القصه، البطل مال القصه يسمونه بروتاغونست، والانتاغونست هو ضد البطل، هي القوه اللي تعاكس قوه البطل، وربما تكون جماد، يعني مو شرط تكون انسان. يعني مثلا خلينا نقول شخص راد يروح يصطاد للغابه، فمن راح يصطاد لقى أسد، وبقى هو والأسد بحرب لمدة شهر، إلى أن بعدين انتصر عليه هذا الشخص وقتل للأسد. هنا منو عندنا البروتاغونست؟ منو عندنا البروتاغونست؟ عندنا هذا الشخص الصياد، والأنتاغونست هو الأسد. زين، ممكن الأنتاغونست تكون عاصفة، مو شرط يعني، فهي حسب القصة. زين، هسه خلينا نتحدث عن الراوند كاركترز. الراوند كاركترز هي الشخصية الأساسية، many sided and complex personalities، هي الشخصيات المعقدة جدا، that you would expect of actual human beings. راوند كاركترز هي الشخصية الأساسية، الشخصيات الأساسية. هذه مو معناها شخصيات البطل، لا، هاي شخصية أساسية بالقصة. يعني مثلا الأشخاص اللي الأحداث تتحدث عنهم، خلينا نقول إحنا عندنا، يعني على سبيل المثال مسلسل وادي الذئاب، عندنا راوند كاركترز، عندنا شخصيات أساسية بالقصة، اللي هم من هو؟ اللي هو مراد علمدار، اللي هو ميماتي، عبد الحي،
وعندنا شخصيات ثانويه مثلا كاظم ما له وجود قوي، شيء جانبي يعني، مو ذاك التاثير القوي يعني. فهذا المقصود بالراوند كاركتر. زين، كذلك عندنا ثانيا الفلات كاركتر، personalities that are presented only briefly in depth. إذن شخصية غير أساسية مثل ما ذكرنا، مثل شخصية كاظم في مسلسل الواد الذئاب، ما له وجود، وجوده بسيط يعني. زين، dynamic أيضا نوعية الديناميك، personalities that change، النوعية من الشخصيات التي تتغير، for bad or worse، هي شخصية التي تتغير يعني، يعني يكون بتغيير، ممكن يتغير دينه، ممكن يعني يتمرض ويتغير يكون شخص آخر، يعني الديناميك يعني تغيير، يعني راح يتغير. هاي ثالث نوع. والرابع نوع الستاتيك. الستاتيك يعني شنو؟ these characters are often these few types have one or two characteristics that have never changed and emphasized. شوفوا طلاب، هذا الستاتيك، هذا نوعية رابعة من أنواع الشخصيات، وبهاي النوعية هي نوعية ثابتة غير متغير. يعني مثلا خلينا نقول رجال الشرطة في المسرحيات أو في القصص وفي المسلسلات، هو نفسهم رجال الشرطة، لا يتغيرون إلى هاي، هو تلقاه نفس زي مالته، وكل ما صير مشكلة يظهر، ماكو تغيير بي. أو ممكن نقول أخ البطل ما له وجود يعني، ما له تأثير قوي ممكن يغير يعني، بحيث إذا حذفناه أو ما خليناه، حذفناه أو خليناه نفس الشيء ما راح يصير أكو تغيير كبير جدا. زين عيني، تحدثنا عن الكاركترز لحد الآن.